كم زيونات، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ بخير، مزيانين. كنتمنى تكونوا بخير في احسن حال. معكم خديجه في شيوات خديجه. عملت معكم واحد فيديو خرج هذا دويره، خرجت العائله لعب شويه كره، لان سمحوا لنا دابا نخرج العواول في الصباح عائله يلعبوا شويه في البارك. المهم الدنيا كتشوفوها كتشطب، ما كاينش الناس. المول كرو راه هو ما عرفش شنو غيعمل، جاي دي شي طوموبيل شي واحد مقاكيها ماشي مثل تما وصافي. وحده رايه مع الجو ديالها، يعني الناس عادي تقوت، ما كاينش الناس بزاف تشوفهم بحال اللي كتشوفهم باللوبا داك مكبر، لان عادي كيما نستيتي واخا صرحوا لنا زعما الصراحه، وهذا والامور بقات كتحسن، بقينا كنخرجوا بقينا كنهضروا، ولكن بالاحتياطات ديالنا بطبيعه الحال، كمامات الوان بيس ما نحاديوش في الحاجات، ما نتزحموش، نخليو اتساع بيننا وبين شخص اخر، يعني كاملين الاحتياطات ديالنا لازمه وضروري. هاد الاحتياطات غادي يبقاو يعني حتى يتسالى هاد الوباء هذا ان شاء الله. المهم على كل حال الامور بقات تعوض شويه الحمد لله، ما بقاش ديك المرض، يعني ما بقاش ضحايا بزاف، ما بقاش الموت بزاف، ما بقاش العدوى بزاف، يعني نقصت الحمد لله. هيداك وباقي الناس كتخاف، باقي عاملين الاحتياطات ديالنا، باقي ما كنخرجوش، باقي كنخرجوا يعني بالاحتياطات الكمامات وداك الشيء. هذاك عبد الله كيلعب كره. ها الدنيا خاويه بحال اللي كتشوفوا، غير الطوموبيلات واقفين. خلنا تبقى لي ماما خصني نخرج نلعب كره، واخا خلاوهم بقاو كيسمحوا لهم ساعه هيدا، ماشي ساعه، المهم ساعه ساعه ونص هيدا في الصباح وساعه في العشيه، ولكن ما واخا حدا الباب ما قدرتش نخليه يخرج بوحديتو لانه هو صغير. خرجت معايا هذيك انا نشم شويه د الهواء ودار الربيع شويه والطبيعه مع الجو، ماشي يعني كتكون ديك الحراره اليوم ماشي الحراره بزاف وما كاينش برد، لان هاد اليومين طاح الشتا عندنا تبارك الله، ما كانتش البارح بعدا ما فطرت شي نهار كامل. هذا الضوء ساواه محلو مشعول. ها بحال اللي كتشوفوا المنظر مزيون زعما بزاف رائع، كتشوفوا الدنيا خاويه خاويه مره قليل اللي تجبروا. دابا جوج هنايا كيدوروا الناس، انا واحد السيده راه هي هاودي لا غتشري الكاريتيرا، وانا وعبد الله مشات للكره عندنا الكاريتيرا. عندك طوموبيلات عبد الله؟ اذا مشات الطوموبيل ما تخلي ما تقطعش موراها، مشات للكره حيت راه واحد بحال الكوديه ودردبت له على الشارع. هذاك الشارع الكبير راه بلاكه كي كتبان. المهم منظر مزيون هنايا شويه، الانسان كيخرج هنايا واخا بنادم واخا كانت العدوى يعني بصح، كان في الاول ديال ديك الحجر الصحي كنت كنخرج هيدا مره مره، وانما هنايا ما كاينش الدنيا عامره، يعني ما غيعاديك حد ما غتعادي حد، الدنيا خاويه مره وغير ربع بحال اللي كتشوفوا باقا هيداك، لان اصلا هاد الصونه اللي انا فيها، هاد المقطع اللي انا فيه اصلا ما فيهش بزاف ديال الناس، يعني ماشي ما فيهش بزاف ديال الناس، فيه بزاف السكان، ولكن ماشي بحال الحي الشعبي الناس كيخرجوا الحومه مجموعين هنا ومجموعين هنا ومجموعين هنا، هنايا لا، كل واحد في ديورو، وإذا خرجوا كيخرجوا هيدا دويره بالشانداليس بالسبردينات كيتمشاو ويرجعوا لديورو، يعني الدنيا خاويه بزاف. ها هادي كتبان لكم كاينه حتى شي حاجه هنايا، يا عبد الله كيدور بيا كيلعب في الكرة بوحديتو، خاها خور خليتو كيعمل التمارين ديالو،
وصافي عاود ما تعيقش، قالت لي كيعمل التمارين كيصيفطوها لنا في الايميل، باقي لهم واحد جوج سيمانات ديال الحفاظه. ايوا وهذا صافي ما صيفطولوش اليوم في الايميل، قلت له يلاه زيد بعدا تبقى تلعب لي كره في الدار يلاه خرج، لانك كيقنط نورمال غادي يقنط. عمر عمر عبد الله راه متعب الرياضه فيك، عند التشاباليس الرياضه كتشوفها. مشي مشي انت بعدا ما جا عندك جري. نو نو اين هذيين؟ لا ما كيعق ماما ما تخافش العيال كيخاف، خلي تبع الناس كيحاديو. العيال صغير تعقد بالحق مزيان مزيان اللي عامل الاحتياط ديالو بالحق. ماما ما تخافش وما كيعقمو، هو غير كيخرج تما الناس كيخرج هذاك اللي كيفشفش اولا كيعقم كلشي. ها هو اولا ها هو. يلا مشي مشي تما مشي، يلا مشي تلعب مشي تما تلعب، يلا مشي مشي دابا جا عندك. علاش كاينه مشي هنا ماشيه هيا كتشوف انا ماشيه زعما ماشي واقفه، وكل ما قارنت كل ما الدنيا خاويه يعني ماشي زعما حيت ماشي السبت ولا حيت ماشي الحادية، اليوم نهار نورمال يعني الخدمه وداكشي والدنيا خاويه. ها وحتى السبت الحد كوم هاد الحاجه الصحي ما كيخرجوش الناس. شو هذاك هليكوبتر ولا فوضى؟ فين هي ها راهي؟ بحب على ماما سينا للواد. يلا مشي انا جيت عندك، انا كيعملوا تشاباليس يعني لي جون ديال 20 عام 18 عام كيجيو يعملوا رياضه هنايا. خو بينيس هنايا هادي في كيتشعلقو كيتشعلقو كيتشعلقو. لا نزلة في الأرض شو بالك أنا في الكورة مقتي. هادو كيلعبو هنايا زيون هاد الموطا، هاد عملوه لهم مهم كانوا عندهم هاد الموطا ولكن كان عندهم غير واحد الحاجة هنايا. دابا ملي شافوهم بقاو كيجيو يلعبو لهنايا كيجيبو الما ديالهم وداكشي والمالين دا كيديرو عند الرياضة هنايا، زادو لهم هاد اللعبات هادو زادو لهم هادشي. عبد الله كيتشعلق عطينا غتهرس سيدي هادي ماشي قد هادوك. اجي سيدي اجي قولك اجي 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 سيدي غلطتي اجي اعمل رياضة ديال الكرش اجي قولك كيفاش تعمل. اش هنايا هنايا في انيست اجي اجي تشوف اجي عبد الله هنايا اعمل رجلك راسك راه فاينة وعملت لك ابدوميناليس اجي. هادي كيتمدو فيها وكيبقاو يطلعو رجلهم بديك الحديدة في الوسط. هما كاكو غي كايزة هايدا نتسخر كان نشوفهم. هادي كتمد عليها كتمد تمد بحق ماشي تنعس على برا برا خصك تعملها تخشى تحت برا نويس عاسي. لا لا ما يتعشي راسك نو اجي فاين اجي فاين. يلا خشي رجلك خشي رجلك يلا هايدك ميتي تيلو سبيس تمد هايدك تمد تمد هايدك هايدك. دابا خصك تبقى تطلع رياضة ديال الكرش دابا هاديك هايدك شتي وي وي هاي داك انت انا غلطتي انا غلطتي غلطتي بقيتي شي كتقدر هاد الحجر الصحي اللي مابقاش كيمشيو للمدرسه غير الماكله والنعاس مع الدراما دا كانوا كيقصروا العايل زاد فيه زادوا له الكيلوات. قلت لي العيطه هاديك بومبا د ليسانس غازولين راه في كنعدلو كان في كنعملو ليسانس او مازوت. اه شوفي تعلق عطينا غطي عبد الله عبد الله ما فيا بنتي كما ما سبيطار يعني بغي مشتي تو بلا ما تهدا هيك علاش اه عليك عياط بالي. يلا زيد تلعب خص الايميل ديالي كيصيفطوا له في التمارين فيه واخاش على الاورديناتور قال لك ما الكوينتا ديالي ما فتحاش في الاورديناتور في بيس
ايوا صافي الزيونات، انا سالي تكون معايا واحد شويه ماشي بزاف. حالي كتشوفوها ها حنايا الدنيا خاويه، غير طوموبيلات قلالين هيدا، وهذيك الكاريتيرا يعني هذاك الكاريتيرا برينسيبال يعني في كيمشي ويجو منا الخد العمال وداكشي. هيداك ماشي عامره بحال اللي كتعرفوا، قلالين الطوموبيلات. وهنايا في الحومه الشارع لي حنايا في اللي كنسكنوا فيه يعني ما فيهش بزاف ديال الناس، ما كاينش شي بزاف. ها بحال اللي كتشوفوها الدنيا خاويه، طوموبيل وحده جايزه في هذا الشارع. ها كلشي واقف، باقين خوفانين، باقين عاملين احتياطات، وهيدا حسن لان كل ما جلسنا في دارنا كل ما عملنا الاحتياطات كل ما خافنا كل ما العدوى غتقل، وكل ما هذا الوباء غادي يقل وغادي يحيي المرض ان شاء الله. حنا زادونا في الحجر الصحي تنهار 21 في الشهر 6 عاد قال لك هادي بروروغا هي الاخريه، يعني هي الاخريه وديفينيتيفا يعني هي النهائيه ما غيزيدوش عليها، يعني هي الاخريه والنهائيه ان شاء الله باذن الله. البارح هذيك عليها الرئيس قال لك صافي وافقوا، بيدرو سانشيز كان طلب سوليسيتود عليها، والبارح صرحوا باللي صافي وافقوا له عليها باللي صافي ان شاء الله تنهار 21 في شهر 6 وغتكون هي الاخيره ان شاء الله، ما غيزيدوش يعاودوا بروروغات. وهيدا حسن كل ما بعدو هيدا نهار اللي تلقوا الانسان ما يخرج بلا خوف، حسن ما يطلقوا دابا وتتلصق العدوى وتزيد الانسان يتلصق هنايا ومتروات وطوبيسات وتزيد العدوى تكبر. هيدا لازم يخرج بالتاكيد يزيدوا، هي قلات ولكن هنايا 21 في شهر 6 تكون زادت مره حيدت ان شاء الله باذن الله. ونطلبوا على ربي الحبيب يرفع علينا هذا الوباء وهذا البلاء ويخرج ربي العاقبه على خير. اي والله الناس اللي مراتي مساكن الله يشافيهم، واللي ماتوا بهذا الكوفيد 19 الله يرحمهم، واللي مريت به الله يشافيه، وهذا الشيء اللي غادي نقول. ايوا صافي انا ماشي بحالي دابا للدار، لان العائله خصو الايميل باش يعني يكمل هذا ديالو الديبري ديالو. عبد الله راه وفي باقي كاين، ما نقدرش يخليه بوحديتو لان ممنوع، يقول البوليس ما هنايا يجبروه بوحديتو عاد ما ينور ديدار. اوكي حيت ما ينور ديدار ما نقدرش نخليه بوحديتو، قبل كنت كنخليه يخرج يدير لي حدا الباب وداكشي، مي دابا كومو على هذا المرض وداكشي ما كنقدرش، يجبروه بوحديتو يعاود لنا مولطه اصلا بعدا ولا يديوه. هنا في اسبانيا شكاله الحكم عندهم. ايوا كنضطر نخرج معاه واخا خليت كلشي منزل تما، هادي قلت يلا نخرج معاه واحد نص ساعه يلعب ويطلع شحال نتا. ودابا انا ها انتما كتشوفوا باركي، هذا هي حصره زعما باركي خصو كيكون عامر نورمالمون، كيكون عامر بالعواول كيلعبوا باتينيس بشكليتات وداكشي، دابا خاوي ها هو الدنيا خاويه مره. المهم الزيونات نخليكم كيفاش غتسوني غنطلع فحالي للدار، وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وهذا الجوله اللي عملت لكم، ونتلاقاو عام شي جوله اخرى لاني شحالي ما عملت لكم شي جوله، شحالي ما عملت شي فيديو بحال هيدا. دابا قلت راني خرجت راني نعمل لكم، حيت كان الحجر الصحي ما كنتش كنخرج، دابا جامي خرجت قلت راني نعمل لكم. يلا الزيونات نخليكم في امان الله وحفظه، وخليت لكم الراحه ان شاء الله، مع السلامه في فيديو اخر ان شاء الله.